اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن الناس من بعد تغطيتنا الأخيرة اجوا لمستشفى نور الإيراني الطبي اللي في مدينة سلطان قابوس، والناس تدعي ما شاء الله. الحين المستشفى متروس، الناس تعمل العملية، واللي كان يلبس نظارة تخلص من نظارة. وتتذكرون حاجة لما كنت أدخل للفرع، أول إعلان غطيت لكم المستشفيات اللي موجودة في نور في 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 إيران. تخيلوا، هذا هو فرع مستشفى نور في مسقط، هذا الفرع في طهران زرته، وهذا الفرع في طهران زرته، وهذا الفرع في طهران زرته، وهذا الفرع الرئيسي اللي في طهران هم بعد زرته. إيش كان سبب زيارتنا؟ أن نقولكم أن كل هالمستشفيات اللي موجودة في طهران، المستشفى اللي احنا فيه هو فرع، والدكاترة اللي يجوا من هناك هم نفسهم اللي يعالجوني. عندي لكم بشارة للحريم وللرجال، مستشفى نور ومجمع نور الإيراني الطبي اللي في مدينة السلطان قابوس افتحوا قسم جديد للجلدية، وافتحوا قسم جديد لزراعة الشعر. اللي في يزيره فوق راسه قولها مع السلامة ليزيره، واللي يبي يعالج الويه، واللي بيعمل الليزر والحريم، اللي يعمل البوتكس، واللي يعمل الفيلر والمشاكل الجلدية، صورنا في إيران القسم الجلدي عندهم، واليوم افتتاح القسم الجديد للجلدية في مسقط، وتخفيضات من 60% إلى 80%. والتصريح أخذوه من وزارة التجارة ومن وزارة الصحة، والعرض إلى 30/6، بعدها ما في هذا الأسعار. الحريم والعرب الأسعار بتجننكم اليوم، وهذا الأسعار من بعد تاريخ 30/6 ما بتحصلونها. بس أول حاجة بوريكم وين مجمع نور الإيراني الطبي، كيف توصلوا له. شوفوا، هذا إحنا في شارع السلطان قابوس، قدام هناك تجيكم دار الأوبرا، هذا الشارع الفرعي اللي تدخلونه من تحت جسر الخوير. أول ما ييكم جسر الخوير تيون من تحته، تدخلون من عند محطة نفط عمان، تيكم المعهد البريطاني، بعد المعهد البريطاني محطة نفط عمان، كملوا الشارع، كملوا الشارع هذا، هذا هو مجمع نور الإيراني الطبي لجراحة العيون والليزر والعناية بالبشرة والتجميل. هذه البناية في مدينة السلطان قابوس، هذه محطة الصاروج مقابل محطة الصاروج من الشارع الثاني. أتوقع أن الطريق وصل، وإذا ما عرفتوه تواصلوا على الواتساب. عندهم مواقف هنا، وعندهم مواقف تحت البناية، صيدلية نور، ومن هنا ندخل بسم الله إلى مجمع نور الإيراني الطبي في مدينة السلطان قابوس. تجون هنا على الاستراحة، هذا القسم كل للعيون، أنتوا تتوجهون مباشرة إلى الدور الثاني للوصول إلى العيادة الجلدية. ومن هي الدكتورة اللي بتنتظركم في مستشفى نور في القسم الجلدي؟ هذه هي الدكتورة زهرة قدسي، وهي استشارية. على فكرة الأطباء اللي موجودين في مجمع نور في القسم الجلدي هم استشاريين. هذه الدكتورة خبرة 30 سنة، وهي أيضا محاضرة في أكبر جامعات طهران، تعمل كطبيبة في الجلد من ذوي خبرة تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، العمليات الجراحية الصغيرة، استخدام الليزر لإزالة الشعر وتجديد البشرة وإزالة الندبات وتشوهات الأوعية الدموية وتصبغات البشرة، استخدام العلاج بالتبريد والكي والتقشير للجلد للحالات المختلفة، الحقن مثل البوتكس والفيلر والميزوثيرابي. هذه الدكتورة لايتو مجمع نور الإيراني الطبي القسم الجلدي، زهرة قدسي، تترياكن يا الحريم ويا الريايم. تطلعون تيون للقسم الثاني، تقول حال الأخوات وين قسم إزالة الشعر، وين الشغل مرتب. الله 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 يا مجمع نور. تيون هني على الغرف، الأطباء أحدث التقنيات اللي موجودة عندهم، نظافة
المكان، رقي الأجهزة، حقيقة شيء مميز مميز جدا في مجمع نور. أتت إيران بأطبائها وأجهزتها المميزة لخدمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي العيادة الجلدية، وهذا هو القسم الجلدي في مستشفى نور. يعني حتى المكان يفتح النفس. طبعا عندهم مكان للاستراحة، الضيوف لما بيون، المراجعين، هذا القسم كله محطوط لهم. حقيقة مكان مميز جدا. أول ما توصلون عند الإخوات في الاستقبال، الله يحفظهم، هم في انتظاركم. تبدؤون لقسم العناية بالبشرة والتجميل، والضيافة موجودة، الأطباء، فريق العمل، هم في انتظاركم بمستشفى نور. بعد ما تطلعون من هالقسم تروحون لقسم زراعة الشعر. صدقوني أول ما شفت هالدكتورة تحس براحة نفسية، يا الله طيبة. هذه الدكتورة زهرة قدسي. شتوري دكتورة؟ خوفي؟ ما شاء الله. شكرا دكتورة، شكرا. Welcome to Oman. في جهاز مميز موجود في مستشفى نور بالقسم الجلدي اسمه فيزيا. هذا الجهاز تعمله قبل لا تدخل للدكتورة. هذا الجهاز يعمل لك اسكان لوجهك، يعطيك بالضبط ايش كل المشاكل، سواء رجال او حريم، ايش المشاكل. مجرد ان تحط راسك في هذا الجهاز، الجهاز يعمل لك اسكان، يطلعوا لك تقرير بالضبط ايش مشكلتك، المشاكل عفوا لوجهك. على سبيل المثال انا عملت، شوفوا، انا عملوا لي التقرير الاسكان، فطلع كل المشاكل اللي عندي. فاتحرك للدكتورة والدكتورة تكتب لي ايش نوع العلاجات اللي انا محتاج لها، ومن ثم ابدا العلاج. كم سعر هذا؟ اسمعوا. اليوم يا جماعة الخير الطب تطور. الدكتورة ما تقدر تدخل داخل مسامات بشرتك وتعرف بشرتك ايش مشكلتها. هذا الجهاز هو يعطيك كل المشاكل. الان كم السعر؟ فتح الملف، اسمعوا اخوات اخوان الرجال النساء، فتح الملف، تعمل سكان، تستلم التقرير واستشارة طبية مع الدكتورة ب15 ريال فقط. يلا بالله عليكم، ايش رايكم في السعر؟ بس ها، الحجز عن طريق الواتساب، بيكون في زحمه كبيره على الاتصالات وعن الاسعار اللي بنقول لكم اياهن، ولكن تواصلوا على الواتساب واحجزوا موعدكم اليوم. من بعد ما تستلم الاسكان الدكتوره ترياكم. هذا قسم زراعه الشعر، ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم. شتوري؟ ما شاء الله. هذه الغرفة الخاصة بزراعة الشعر. تعالوا الحين أخبركم كم سعر زراعة الشعر. اسمعوا سعر زراعة الشعر في مستشفى نور قسم الجلدية وزراعة الشعر. مبارك جاهز؟ مع طبعا عندهم أخصائيين يخصيصا لعمان يزرعون الشعر. يعني أنتوا ترسلون مسج تحجزون زراعة الشعر والأخصائي الاختصاصي يجي من إيران. سلام عليكم. سلام. شتوري؟ ممنون. Tell me how much price? The price for one session is 300 and for two session it will be 450. تقول لك إنه الجلسة الواحدة فقط ب300 ريال. وزيدك من الشعر بيت. تيجي جلستين لعيونك فقط ب450 ريال. ممنون خانو. لا تروحوا طهران، لا تروحوا شيراز، مسقط تكفيكم بهذا العرض. ثانك يو دكتور. تبى تحجزوا الان، ترسلوا تحجز والاستشاري بي، حتى زراعه الحواجب بعد عندهم. اسمعوا ايش الاجهزه اللي موجوده في مجمع نور القسم الجلدي. هذا الجهاز اسمه جهاز سكارليت. هذا اذا عندك شويهك شوي عابس تبى ترجع شباب، وإذا عندك جروح موجودة بوجهك تبى تتخلص منها. هذا الجهاز إذا كان عندك خدش بسيط، جراحة بسيطة، وتحس إنه مسويت لك مضايقتن لك منظرها، تشيلها عن طريق هذا الجهاز. هذا جهاز ساينشور،
هذا الجهاز الأمريكي لإزالة الشعر من أحدث التقنيات اللي موجودة في المركز. هذا الجهاز عندك أماكن داكنة تبي تفتح البشرة، أجهزتهم يا جماعة كل التقنيات الحديثة موجودة. أي مكان تحتاج لشد راح يشدوا المكان اللي تباه عن طريق هذا الجهاز. هذا أقوى جهاز ليزر للشباب. عندك جروح، عندك مشاكل في بشرتك، تبي ترجع نظارة بشرتك أيضا عن طريق هذا الجهاز. جهاز خاص بالتقشير وجهاز خاص بالفيشل. الحين اسمعوا التخفيضات والأسعار لكل العلاجات. اسمعوا الأسعار. السعر الخطير للنساء ليزر كامل الجسم الجلسة 30 ريال، جهاز الأمريكي. وإذا بتعملين 6 جلسات طاحن سعر فنتين، السعر 120 ريال عماني يا بلاش. اسمعوا الصدمة، تحديد اللحية هنا وهنا والخلف، الجلسة بكم؟ تخفيض ب4 ريالات. ولو خضيت 6 جلسات يحاسبونك حساب 4 جلسات، كم؟ 16 ريال يا بلاش. بس ها لا تستعجلون، احجز، اتصل، خذ موعد ولا تهني، فقط بالحجز تحطيم أسعار. اسمعوا باقي الأسعار وايد. البوتكس كامل الوجه من 180 صار ب72، التعرق من 260 صار ب104، تعالوا الفيلر الشفاه وخطوط الابتسامة والأنف وتحت العين من 195 صارت ب78، البروفايلو من 230 صارت ب92، الشعر الوجه ب38، والبلازما بلازما الذهبية هذا السعر عندكم، الفيشل مايكرو ديرما من 50 صارت ب20، هيدرو فيشل من 50 صارت ب20، إزالة الشعر تكلمنا عنه، إزالة شعر الرجال تكلمنا عنه، تجديد البشرة عندكم السعر تخيلوا من 110 كم صار ومن 90 كم صار، العلاجات الجلدية الفحص والاستشارة ب15 ريال، تحليل البشرة ببلاش، وزراعة الشعر اتكلمنا عنه يا بلاش الأسعار. اتصلوا واحجزوا. طبعا مبارك الحين يالس يعمل الفحص ويطلعون كذا ميت ميت، يطلعون بشرته الآن بعد شوي بنعرف بشرته ايش من المشاكل فيها. نسأل الله ان ما يكون يحتاج لتغيير وجه. هذا الشيء اللي بنعرفه ان شاء الله اليوم.